كنت شفت رؤية في ديك كبير رومي عندي في مطبخي وأنا دفحاه. طيب الرؤية التانية كان ليا أخو زوجي هو مسجون، وشفت له رؤية إن هو في حذائه لا مؤاخذة فيه نجاسة طيب حذاء. الرؤية التالتة أخت زوجي لابسة جلباب بس مكشوف من ورا من ظهرها. حلو جدا. طيب انت شفت 3 احلام مختلفين اهم عن بعض. بالنسبه للديك الرومي فهي رؤيه تدل على ان ربنا سبحانه وتعالى، لان المطبخ بيدل على الحياه، بتدل على تمام. رزق ربنا سبحانه وتعالى يسوق ليكم، ورزق ده ان شاء الله يكون مستقر. اما بالنسبه للراجل اللي انت أخو زوجي، أخو زوجي. هو ده يعني الدين ولا وش الحكم بتاعه؟ لا ما على ذمة، مش بتاع كده تمام. يعني، احتياطي كده، ايه مسجون احتياطي. تمام، هو ان شاء الرحمن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه، لكن الحذاء اللي موجود فيه نجاسه دليل على ان في مشاكل موجوده في الحياه عنده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يزيل هذه المشاكل. اما اللي النقاب بتاعها مقطوع من ورا، دي عازباه ولا متجوزه؟ نقاب جلابية، الجلابيه مقطوعه من ورا، جلابية دي مكتوبة متجوزه ولا عازبه؟ مكتوب. لا متزوجة معاها أولاد. الرؤيه دي مش كويسه يعني، ما عجبتنيش بصراحه. تمام، خلاها يعني تنتبه على وفي نفسها. زوج يعني مشي مش كويس وكده، عشان كده الجلابيه مقطوعه، فخليها بس تحسن يعني، خليها ايه. خليها تحسن في حياتها. تمام شيخ، انت اللي شفت تمام. الاحلام دي عنها؟ انت شفت ال3 احلام دول صحيح؟ شيخ، تمام، قولي بسم الله كده. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بسم الله بسم الله بسم الله، غمض عينك. بسم الله، يصعد كل ما هو موجود في الجسد للأعلى الآن، يصعد كل ما هو موجود في الجسد للأعلى الآن، يصعد كل ما هو موجود في الجسد للأعلى الآن، يصعد للأعلى، يصعد للأعلى، يصعد للأعلى، يصعد للأعلى، يصعد للأعلى، يصعد للأعلى، يصعد كل ما هو موجود في الجسد للأعلى الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. والطير فهم يوزعون. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. بسم الله، مين معايا؟ اسمك ايه؟ يعني مين معايا؟ قلت طب واسمك ايه؟ طيب كمان مرة، مين معايا؟ مين معايا؟ طب اسمك ايه؟ مين معايا كمان مرة؟ طب اسمك ايه؟ طيب وبعدين؟ يعني احنا هنفضل معاك كتير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يسحب هذا الخبيث من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر ومن العين ومن العين ومن العين ومن العين ومن العين ومن الرقبة ومن الرقبة ومن الرقبة ومن الأذرع ومن الأذرع ومن الأذرع ومن الأذرع ومن الأذرع ومن الأذرع ومن الصدر ومن الصدر ومن القدم ومن القدم ومن القدم ومن القدم وتدمر عقده بأمر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله يسلسل هذا الخبيث يسلسل من الأذرع ويسحب الآن من الجسد يسلسل من الأذرع ويسحب من الجسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 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 في الحميم ثم في النار يسجرون بسم الله بسم الله بسم الله تسمعيني يا أستاذة؟ تسمعيني ولا لأ؟ ايوه سامعاك يا شيخ، ايوه سامعاك. جسمك حصل فيه نبضة صحيح؟ اه بيترعش يا شيخ، طيب انت دلوقتي لسه حرامي بيتولد. دلوقتي بص كده على رجلك الشمال هتلاقيها شدة عندك وبتتحرك بشدة صح؟ ايوه بتترعش يا شيخ، عماله تترعش اهي، شايفها؟ مش شايفها انا ما علينا قولي بسم الله بس خلاص بسم الله قولي بسم الله كمان مرة بسم الله. طيب رجلك الشمال هتلاقي كأن في شكة دبوس حصلت فيها دلوقتي حصلت الآن صح؟ اه حاسه بتنميل يا شيخ فيها. طيب في شكة دبوس اتضربت في رجلك الآن صح؟ لا لسه يا شيخ مش حاسه بكده. طب قولي بسم الله بسم الله. الآن حصلت في رجلك نغزة زي شكة الدبوس اه فعلا يا شيخ. طيب خلاص كده انت حاولي تحافظي على الصلوات المفروضة في أوقاتها والاستغفار أنا محافظة الحمد لله رب بارك العالمين الله بفضل فيك الله تعالى. خلاص انت كده ان شاء الرحمن الخبث اللي عندك ده هو تنفع كان بإذن عندي الله مس عيش أصلا. ان شاء الله يكون وزيل بإذن الله جل وعلا انت التزمي بس بالصلوات في يلا أوقاتها والاستغفار ما تخليش الحمد اي لله شيء رب العالمين. اي وقت يعني سبحان الله طول ما انت بتقرا اذكارك ومحافظة على الصلوات المفروضة ما في شيء غبت عنهم هتبص تلاقي كل شيء رجع كما كان ربنا يجزيك خير يا رب، ربنا.